مادام يا مادام معلش ما تشفقيش يا تبقي حرام الشهر يا ما تكفيش وشنو هاد العقلية ورجعت تحاسب فيا والقضية نمانيش اين ادي الموالي يا مرة راكي تعرفي المعيشة راها غلات عرفي كيف تصرفي وديري الاحتياطات يا لك رحت ومليت من المعيشة في هذا البيت كل يوم تشيط فيا على الريت لا تعزيت مانيش نحاسب فيك علاش النفس علاش خمي عليا وعليك يا كتبذير ما يخرجناش اي هذا ماشي تبذير والمعيشة راها نار غير شوف كيفاش تدير باش يزيدوك في الصالة وقت راه صعيبة وسيرت ولا فرغ الجيب وخمي على الولاد ودوا ودراهم طبيبة انت اللي راك تبذر 500 فايت في الشهر تتكيفهم دخان هم راك جايب خبر يا هذه سكارة لايكي.